برنسبل فيرسز الايجنت 3.2، البرنسبل فيرسز ايجنت. الفكره دي يا جماعه بتتكلم ببساطه عن بضاعه الامانه او مخزون الامانه، تمام؟ بضاعه الامانه هتتعالج ازاي بالنسبه للشركه اللي بتبيع بضاعه بالامانه، والايجنت اللي هو بنديله البضاعه دي كامانه وبيخليها عنده وبيبيع بالعموله، ولما بيبيع بياخد العمولة بتاعته وانا بثبت عملية البيع. طيب انا تعالوا نشوف الكتاب قريها ازاي. بيقول لي an entity must establish in any transaction whether it's acting as principal or agent. لازم تميز الشركة ما بين هي دورها principal ولا agent في اي عملية بيع. طيب لان طبعا في فرق بين الاتنين. بيقول لي ايه؟ بيقول لي it's a principle في انهي حاله؟ if it controls the promised goods or services، تمام؟ الشركه بتبقى principle لو هي عندها control على ال goods or services before it's transfer to the customer، قبل ما تحولها للعميل. when the performance obligation is satisfied، تمام؟ لما ال performance obligation يتحقق، the entity recognizes revenue in the gross amount of the consideration to which it expects to be entitled for those goods or services. الشركة أول لما بيجي لها السيلز ريبورت من الايجنت بتاعها، تمام، إن هو باع مثلا 10 قطع مثلا، فهنا بتقدر إن هي تعترف بالإيراد، تمام؟ يبقى ما بتعترفش بالإيراد أول لما البضاعة بتخرج كمخزون أمانة تروح للوكيل، ولكن بتعترف بالإيراد لما الوكيل بيبعت لها نوتيفيكيشن او سيلز ريبورت ان هو باع البضاعه، فبتبتدي ان هي ايه، تبتدي ان هي تعترف بالإيراد. بيقول لي اتس اكتنج از ان ايجنت، وبتبقى الشركه ايجنت اف اتس بيرفورمانس اوبليجيشن از تو ارانج فور ذا بروفيجن اوف جودز اور سيرفيسز باي انذر بارتي. ان ذيس كيس ذا ايجنتس ريفينيو از ميجرد ات ذا في or commission، تمام؟ الايجنت ان هو بيبقى بياخد عموله او مصاريف that it expects to be entitled for to for arranging the provision of goods or services by the other party. تمام. طيب تعالوا كده ايه نشرح الفكره بمثال رقمي احسن، يوضح للناس احسن ايه اللي بيحصل بالظبط. طيب لو انا عندي مثلا ببساطة كده، انا شركة اسمها فوزي كو، تمام؟ فوزي الاول بس هي الفكرة، الفكرة اللي هي البرنسبل، برنسبل فيرسز الايجنت. طيب جت شركة فوزي دي، فوزي كو، عندها حالتين تتعامل مع two customers، نوعين من العملاء، customer A و customer B. طيب عندها مثلا وليكن عربيات، فوزي دي بتبيع عربيات، السيلز برايس للعربية وليكن مثلا 100,000 دولار، تمام؟ والكوست بير يونت وليكن مثلا 60,000 دولار، تمام؟ عندها حالتين، الحالة الأولانية إن هي بتبيع لكاستمر بي، بتبيع له as a final customer، يعني كأنها بيعة
نهائية final customer. تمام، وبيتباع له بديسكاونت ويز ديسكاونت، هتعمل له ديسكاونت 10%. تمام، هتبيع له مثلا وليكن مثلا هتبيع له 20 يونت. تمام، طيب ايه القيود اللي هتبان عند فوزي، وايه القيود اللي هتبان عند الكاستمر بي؟ دي حالة. الحالة التانية ان هي تتعامل مع كاستمر ايه على انه ايجنت، وكيل بيبيع بالعمولة، يعني كل ما يبيع عربية تديله عمولة. اتفقوا ان شركة فوزي اتفقت مع العميل ايه، ان هو كل عربية يبيعها هياخد مني كوميشن، وليكن مثلا 15%. يبقى انا عندي حالتين، في عندي عميل بيبيع او وكيل بيبيع لي بالعمولة، وفي عندي بيعة عادية جدا as a final customer. تمام، طيب المعالجة بقى هنا بتتم ازاي؟ احنا عايزين نفرق بين الاتنين. فانا عندي نوعين من القيود، في قيود في دفاتر شركة فوزي، وفي قيود في دفاتر كل واحد من العملاء دول. طيب تعالوا نمسك اول واحد اللي هي البيعة العادية جدا، اللي هو as a final customer. القيود اللي هتتم عن فوزي، يبقى فوزي انترز ايه اللي هيحصل؟ فوزي اول لما هتطلع، يعني شركة فوزي اول لما هتطلع البضاعة هتقول ايه؟ هتخفض المخزون، فهتقول ديبت على الكوجز او الكوست اوف جود سولد بكام؟ هي باعت 20 عربية والكوست بتاعها كام؟ $60، 60,000 دولار في 20 عربية، يبقى ادي ال20 في 60,000 يبقوا كام؟ يبقوا 1,200,000، يبقى 1,200,000 دولار على حساب الكوجز وكريدت. عشان تخفض الانفنتوري بتاعها هنقول انفنتوري 1,200,000. طيب هي كده خفضت المخزون بالبضاعة اللي هي باعتها. تمام، طيب ايه تاني كده المفروض ان هي تعمله؟ المفروض ان هي هتحصل من العميل بي، فهتقول ايه؟ هتقول ديبت، هنقول مثلا ان هي هتحصل كاش، ديبت على الكاش. تمام، هي باعت كام عربية؟ 20 عربية. تمام، سعر البيع كام؟ 100,000. تمام، بديسكاونت كام؟ 10%. يبقى دي بيعة as a final customer، يعني احنا هنعترف بالإيراد على طول، فهنقول كريدت على الريفينيو. 20 عربية في 100,000 دولار يعني 2,000,000 دولار. طيب هتدي ديسكاونت للعميل بي ده، هتدي له ديسكاونت كام؟ 10%، صح؟ يبقى ديبت على الديسكاونت 10% في 2,000,000 يعني كام؟ 200,000. يبقى هيخش الكاش اللي هيخش لفوزي الصافي. تمام، لاحظ ان احنا هنا بنسجل الريفينيو بحاجة اسمها الجروس، ما بنتتش. وده
as a general rule. طيب ايه الكاش اللي هيخش الشركة؟ هي اديته ديسكاونت كام؟ 200 ألف، تمام، وباعت وثبتت ايراد ب 2 مليون، يبقى الباقي اللي هيخش جيب الشركة كام؟ 1,800,000 دولار. دي كده ايه؟ دي كده القيود اللي هتكون في دفاتر شركة فوزي. طيب في دفاتر في دفاتر الكاستمر بي، كاستمر بي ده هيثبت ايه عنده؟ يبقى بي انترز اول حاجة الراجل ده خد مني انفنتوري، فهيعلي الانفنتوري بتاعه، فهيقول ايه؟ هيقول ديبت الانفنتوري كريدت الكاش، صح؟ لان احنا افترضنا ان احنا بنبيع بالكاش، بنبيع نقدي، تمام. هو خد البضاعة بكام؟ خد البضاعة بديسكاونت 10%، يبقى هيثبت عنده 1,800,000، وهيطلع من الكاش بتاعه كام؟ 1,800,000. طيب في حالة ان الشخص اللي خد مني البضاعة دي باع، هيعمل ايه؟ ايه القيود اللي هيعملها؟ تمام، هيقول برضه هو كمان ديبت الكوجز، تمام. هنقول مثلا ان هو باع بس 10 عربيات، هو هنا ال20 عربية واقفة عليه بكام؟ ال20 يونت اللي اشتراهم، يبقى العربية الواحدة واقفة عليه بكام؟ هنقول 1,800,000 على ال20، يعني العربية واقفة عليه ب90,000 دولار. يبقى هو لما هيجي يبيع مثلا، لو قلنا ان هو باع نص البضاعة اللي هو مثلا 10 عربيات، 10 يونت سولد، يبقى 90,000 دولار في ال10، يعني 900,000، وهيخفض الانفنتوري بتاعه كريدت على الانفنتوري 900,000. وهو كمان هيعترف بالإيراد، صح؟ هيقول ايه؟ هيقول ديبت، خد الفلوس نقدي، فهيقول كاش. هو بيبيع، لو افترضنا ان هو بيبيع العربية برضو ب100,000 دولار، تمام، هو باع 10 عربيات، يعني دخل الكاش بتاعه كام؟ 1,000,000 جنيه او 1,000,000 دولار، وكريدت على الريفينيو، هيعترف ان هو بالايراد بتاعه. دي القيود اللي هتحصل عند شركة فوزي وعند العميل في حالة ان هو انا هتعامل معاه على انه فاينل كاستمر، تمام. طيب لو كان الحالة التانية بقى، انا بتعامل مع وكيل بعمولة 15%، تمام، وبديله بضاعة امانة، ايه القيود اللي هتتم عند فوزي؟ نيجي كده هنقول فوزي انترس اول حاجة انا طلعت 20 عربية مخزون كمخزون امانة للوكيل بتاعي، فهقول ايه؟ هقول ديبت على ايه وكريدت على ايه. اول حاجة انا هخفض الانفنتوري بتاعي، فهقول كريدت على الانفنتوري بتاعي، تمام. انا طلعت له 20 عربية، تمام، والكوست بتاعي 60,000 دولار،
يبقى التكلفة ايه؟ التكلفة هتبقى $60,000 في 20 عربية، اللي هي 1,200,000. يبقى انا كده خفضت الانفنتوري، وهفتح حساب لبضاعة الامانة، فهقول ديبت على الكونسايمنت جودز بضاعة الامانة بـ1,200,000. يبقى انا كده ثبت البضاعة اللي انا خرجتها، الـ20 يونت اللي انا خرجتها كمخزون امانة للايجنت، خفضت بيها الانفنتوري بتاعي، تمام، وعليت بيها مخزون الامان. طيب جه انا كده ما عملتش اي حاجة، يعني هي دي خلاص كده القيود لغاية هنا. جه سيلز، جه الايجنت بتاعي بعت لي حاجة مثلا تفيد ان هو باع 10 عربيات مثلا. طيب قال لي، بعت لي سيلز ريبورت بيقول لي فيه ان 10 يونتس سولد. هنا هبتدي ان انا ايه؟ هبتدي ان انا اعترف بالايراد، تمام. فايه القيود اللي انا هعملها؟ اول حاجة هو باع كام عربية؟ 10، والكوست بتاعتها كام؟ $60,000، تمام. اول حاجة انا هرمي على تكلفة البضاعة المباعة قيمة الـ10 عربيات اللي اتباعوا من الوكيل، فهقول ايه؟ هقول على الكوكس، ديبت على الكوكس اللي هي الكوست اوف جودز سول، وكريدت على مين بقى؟ كريدت مش على الانفنتوري، كريدت على الكونسايمنت جودز عشان اقلل بضاعة الامانة عندي، فهقول كريدت على الكونسايمنت جودز. طيب هو باع لي كام عربية؟ 10. الكوست بير يونت كام؟ 60,000، يبقى $600، وهرمي على الكوست بتاعي $600، وهبتدي ان انا اعترف بايراد بيع الـ10 عربيات. لاحظ ان انا لما خرجت بضاعة المخزون الامان انا ما اعترفتش بالايراد، ده هي اتنقلت من الوير هاوس بتاعي راحت للوير هاوس بتاع الايجنت بس، فخفضت المخزون وعليت حساب بضاعة الامانة. لما الايجنت بعت لي نوتيفيكيشن اخر الشهر وبعت لي ميل قال لي ان انا بعت، عملت السيلز ريبورت وبعته لك، بعت لك 10 عربيات وانا متفق معاه ان كل عربيه هيبيعها لي هدي له 15% كوميشن. فهاجي بقى ايه بعد ما جالي السيلز ريبورت؟ هبتدي ان انا عايز اعمل القيد بتاع الاعتراف بالايراد، تمام. فهقول ايه؟ هقول كريدت على الريفينيو. هو باع لي كام عربية؟ باع لي 10، صح؟ سعر البيع كام؟ 100,000، يبقى 1,000,000. ديبت على الكوميشن، الكوميشن انا متفق معاه، انا القيود دي كلها عند فوزي انترست، خلي بالكم، انا متفق معاه ان انا كل عربية اديله 15%. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان المليون اللي باعهم لي دول هو ليه عندي 15% كعمولة بيع. يبقى هرمي على الكوميشن اكسبنس كام؟ 150,000، وهثبت مديونية على الايجنت بتاعي اللي هو ايجنت او العميل بتاعي اللي هو ايه، هثبت عليه عمولة كام؟ هثبت عليه مديونية كام؟ انا لسه هو باع بس انا لسه ما حصلتش منه. طيب الراجل ده باع لي بمليون جنيه وليه عندي 150,000، يبقى انا هثبت عليه مديونية المفروض يوردها لي بكام؟ $850,000. طيب جه الراجل راح ايه؟ راح عامل لي ايداع في البنك، تمام، او جه ورد لي الفلوس، تمام. فهعمل ايه؟ هعمل القيد ده، هقول ديبت الكاش كريدت الايجنت
ايه بكام بقى؟ ب 850 الف. جه بقى ورد لي الفلوس اللي هو باع بيها، وردها لي وشال منها ايه؟ العمولة بتاعته. دي القيود اللي هتتم عند شركة فوزي. طيب الايجنت ده هل في قيود هيعملها عنده؟ الراجل ده زي ما قلنا ايه؟ زي ما قلنا ان هو بيبيع بالعمولة بس. الراجل ده بيبيع بالعمولة بس، فهيعمل قيد واحد بس. هيقول ايه بقى؟ هيقول ديبت. هو دلوقتي حصل من الثيرد بارتي او لما باع البضاعة للعملاء عنده حصل منهم المليون، فدخل الكاش بتاعه. هي دي القيود اهي بتاعت ايه؟ انتري. فهيقول ايه؟ هيقول من الكاش بتاعه بمليون دولار، تمام. وهيقول كريدت الريفينيو بتاعه ايه في المصلحة، يعني في البيعة ديت العمولة بتاعته. طيب هو العمولة بتاعته كام؟ 15% من سعر البيع، فهياخد ايه؟ هياخد 150 ألف. هو ده اللي هيعترف بيه كريفينيو في دفاتره هو. طيب والباقي؟ تمام. الباقي ده المفروض مديونية لمين؟ لشركة فوزي. لشركة فوزي. فهيثبت مديونية، هيقول ايه؟ هيقول كريدت فوزي كو، تمام، بكام؟ ب 850 ألف دولار. هو قيد واحد بس اللي هيعمله عنه. لاحظ ان مدام الكنترول، احنا خلي بالكم في بضاعة الامانة، على الرغم ما بين ان البضاعة خرجت من الوير هاوس بتاع فوزي كو ودخلت في الوير هاوس بتاع الايجنت ايه، الا ان في حاجة مهمة جدا، الكنترول لسه موجود عند فوزي، تمام. فعشان كده قلنا زمان ان احنا عشان نثبت في دفاترنا اي اصل لازم يكون في 3 شروط. اول حاجه في كنترول على الاصل، تاني حاجه في اكسبكتد فيوتشر بينيفيت، وفي تالت حاجه ايه؟ يكون ناتج عن باست ايفنت. يبقى على الرغم من ان البضاعة خرجت من الوير هاوس بتاع شركة فوزي وراح في الوير هاوس بتاع الايجنت، الا ان الكنترول لسه موجود عند شركة فوزي، تمام، وبالتالي ما بتسجلش ايراد الا لما البضاعة تتباع من الايجنت، تمام. يبقى دي كده كانت فكرة البرنسبل فيرسز ايه؟ فيرسز الايجنت، اللي هي بضاعة الامانة، وان يكون العميل يا اما يكون فاينل كاستمر يا اما يكون ايجنت وبيبيع بضاعه بالعموله. هنا برضو لاحظوا ان هو في الكتاب جايب لي شويه انديكيتورز، بيقول لي انديكيتورز ذات ان انتيتي از ا برنسبل انكلود ذا فولون. في انديكيتورز او مؤشرات ان الشركه هنا في البيعه برنسبل، ايه هي بقى؟ بيقول لي ذا انتيتي از primarily responsible for fulfilling the contract. It has responsibility for the goods or services meeting customer specifications. تمام؟ يبقى لسه المسؤولية عن البضاعة لسه موجودة للشركة. الريسك اند ريوردز والكنترول موجود عن الشركة، فده انديكيتور ان الشركة ان هو ايه؟ برنسبل وليست ايجنت. تاني حاجة بيقول لي ايه؟ بيقول لي the entity has inventory risk before the goods have been transferred to a customer or after transfer of control to the customer. ودي الفكرة اللي احنا قلناها، ان risk and rewards ما تنقلش للايجنت، وان الشركة still عندها الكنترول على البضاعة، تمام. تالت حاجة بيقول لي ايه؟ the entity has
discretion in establishing prices for the specified goods or services. طبعا الشركة عندها القدرة ان هي اللي بتحدد السعر للايجنت، وهي اللي بتقول للايجنت يبيع بسعر ايه. فدي التلاتة انديكيتورز ان الشركة هنا برنسبلز وبرنسبل وليست ايجنت، تمام. ودي فكرة البرنسبل فيرسز الايجنت. ارجو ان تكونوا فهمتوها، تمام. ودي القيود اللازمة لموضوع البرنسبل فيرسز الايجنت. تعالوا ان احنا نتنقل على فكرة تانية.